Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Holy Quran Education and this is your teacher Muhammad Inam. और आज की क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं पारा नंबर 9 में सूरह अल आराफ और ये इसका पार्ट 40 है जो कि हम आयत 90 से पढ़ना शुरू करेंगे. आप मेरे पीछे एक एक वर्ड सुन के रिपीट करते जाइए. अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الملأ الذين وقال الملأ الذين كفروا من قومه. तमाम वर्ड्स को मिलाकर पढ़ेंगे, सुन के रिपीट करिए. وَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لَئِنِ اتَّبَعْتُمْ شُعَيْبًا لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون. تمام ورز ملا کر پڑھیں گے. لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون. فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين. تمام ورڈز ملا کر پڑھیں گے. الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين. صدق اللہ العظیم. اسی کے ساتھ آج کا ہمارا سبق مکمل ہوا. کل انشاءاللہ نیو لیسن کو آیت 93 سے پڑھنا شروع کریں گے. ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا, ساتھ میں چینل کو بھی سبسکرائب کر دیجئے. دعاوں میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.